يقول هنالك شخص وصلته رسالة الإسلام في عمر 20 سنة ولم يؤمن وأصبح مجنونا في آخر عمره عندما بلغ قريب 90، توفي، فما حاله؟ هل هو إلى النار؟ إن جن متى؟ جن قريب 90 بعد ما بلغ أن يعرض عليه الإسلام وبلغته دعوة الإسلام في 20 من عمره. لا شك أن هذا خالد مخلد في نار جهنم إذا مات على كفره، والجنون الذي الجن الذي عرض له بعد عرض الإسلام عليه لا يرفع عنه التكليف والعذاب الذي سبق. لكن لو جن وهو مسلم فهذا يعني الحكم يدور ما قبل الجنون، الحكم يدور مع المجنون ما قبل الجنون، فهو كان مجنون قبل التكليف نقول لا حرج عليه ولا شيء عليه ولا يعذب ولا يحاسب. أما إذا كان يعرض بعد التكليف وبعد عرض عليه الدعوة فإنه يؤاخذ بهذا العرض ويكون من الكفار الذين مآلهم إلى النار، نسأل الله العافية.